اهلا بكم مشاهدينا مرة تانية، وزي ما شفنا في التقرير يمكن الفن دوره مهم جدا في حياتنا. ضيفتنا دلوقتي هي المدير التنفيذي لجمعية الفن للتنمية، وهي جمعية مهمتها تمكين الشباب للعمل من اجل التغيير الايجابي في المجتمع عن طريق انه تعلمهم فنون الميديا. والجمعيه قامت بانتاج الماده التلفزيونيه اللازمه لتوعيه المجتمع بالقضايا الخاصه بحقوق المراه والطفل والفئات المهمشه في المجتمع. هيكون معانا ضيفتنا استاذه منى الصرفي، المدير التنفيذي لجمعيه الفن للتنميه. صباح الخير استاذه منى. صباح النور. عاوزين نتعرف الأول على جمعية الفن للتنمية قبل ما نتكلم عن هي بتعمل إيه ونشاطاتها إيه. طبعا جمعية الفن للتنمية دي جمعية مصرية مسجلة من سنة 2005، بتشتغل في مجال استخدام الفن للتنمية. ده مجال جديد ما لقيناش يعني جمعيات كتيرة بتشتغل فيه قبل كده، والهدف الكبير بتاعه انه الفنون بتقدر تساعد جامد قوي على تطوير المجتمع. علشان كده احنا عندنا شقين كبار من النشاطات، واحد منه هو التدريب الاعلامي، واحد منه هو الانتاج الاعلامي. التدريب الاعلامي ده احنا بنسعى ان احنا ندرب شباب كتير، لان الشباب المصري موهوب جدا، وحتى لو ما عندهمش خلفيه كبيره تقنيه يعني عن شباب الحاجات مخرجين ومذيعين في كل مجالات الانتاج الاعلامي، وممثلين. كتابه سيناريو، اخراج، تصوير، مونتاج، رسوم متحركه، تمثيل، كل الحاجات اللي هم يحبوا يطوروا نفسهم طب فيها. لو في حد عايز يجيلكم ازاي؟ طبعا يتفضل يزور الويب سايت بتاعنا، هو www.madevegypt.org. مدف ده اختصار ميديا ارتس فور ديفلوبمنت، اللي هو اسم الجمعيه بالانجليزي. وفي الابلكيشن على الويب سايت، المنح بتاعه التدريب موجوده. نحب جدا كل الشباب اللي نفسه يعني يحترف الاعلام يتفضل ويتمرن عندنا. الحاجه الجميله اللي عندنا انه ولو مش بس كتب جمعية الفن للتنمية هيلاقيها برضه على الويب هيلاقيها. سيرش. طبعا طبعا بقول الويب سايت عشان يوصل بسرعه. الفكره انه الحاجه الجميله بس اللي احنا بنصر ان احنا نعملها، انه مش بس هم بياخدوا تدريب، لكن بيتدربوا على اجهزه حقيقيه متطوره جدا، وبينتجوا افلام قصيره واغاني، ميوزك فيديو كليب، ورسوم متحركه للاطفال عشان يعبروا فيها عن ارائهم. فهم بيبقى عندهم فكره عايزين يعبروا عنها، ده يعني زي بمثابه حضرتك تدي صوت لحد ما كانش عنده صوت، فبينتج او بيخرج فيلم قصير او اغنيه يقول فيها كل اللي نفسه يقوله للعالم يعني. فده المختلف في التدريب الإعلامي. في طيب كلميني طبعا موضوع تعليم الديمقراطية، ان انتوا متمنيين ان انتوا تعملوا توعية للأطفال، وخصوصا الأطفال. انا يعني انا واقف عند قصة الأطفال جدا، انتوا عايزين تزودوا الوعي الديمقراطي عند الأطفال، مع انه احنا يمكن عندنا مشكلة مع الكبار ان احنا مش عارفين يفهموا الديمقراطية قوي. فانتوا بتعملوا ده ازاي، وهل بتلاقوا صعوبات مع الأطفال ولا لا؟ يعني أقول لحضرتك، هو تعليم الديمقراطية للأطفال ده جوه إطار مشروع كبير للتدريب اسمه بداخلك نسر. المشروع ده ابتدى من سنة 2009، وإحنا في المشروع ده بنمرن 1000 من الشباب على مهارات الميديا، من ضمنهم الرسوم المتحركة، وبننتج أفلام قصيرة وأغاني وفيلم. أنتجنا فيلم قصير عن الرسوم المتحركة. الحقيقة الفيلم ده كنا عايزين نتكلم فيه عن الديمقراطية، وده كان قبل الثورة تقريبا ب 18 شهر. وقعدنا ندور اساسا على اطفال يعني عارفين اي حاجه عن الديمقراطيه، ده كان بحث صعب جدا، لغايه لما لقينا اطفال وشباب في مركز شباب الصفا في الهرم كانوا اخذوا زي توعيه في برنامج اسمه انا ونحن عن الديمقراطيه. فالاطفال دول احنا رحنا عملنا لهم انترفيوهات علشان نعرف هم رايهم ايه، وهل هم فعلا فاهمين الديمقراطيه بجد ولا هم بس بيقولوا كلام بيرددوه. طب ما تيجي نروح نشوف جزء من الفيلم يلا ونرجع بينا، نكمل يلا كلامنا. بينا. Thank you.
الديمقراطية هي حكم الشعب نفسه بنفسه، يعني أنا أتحكم في نفسي ما أتحكمش في حد تاني، أتكلم عن نفسي بس ما أتكلمش عن حد تاني. بطريقته كل واحد يشارك في برأيه، الكبير والصغير، المسلم والمسيحي، يسيب كل اللي حواليه يقول رأيه حتى لو ما كانش مقتنع بيه. طبعا طبعا يعني عندي مشكلة يعمل اللي هو حبه، يعمل اللي هو عايزه من غير ما حد يضايقه، من غير ما حد يتدخل في خصوصياته وحريته، بدل هو ما دخلش في نطاق حرية الغير. جميل الفيلم اللي احنا او الجزء الصغير اللي احنا شفناه من الفيلم عن الديمقراطيه. طب العمر المناسب قد ايه اللي انتوا مستهدفينه من الافلام بالشكل ده؟ مع ان انا شايف ان هي والله ده تنفع للكبار جدا يعني. بس خالص هي فعلا الشريحه العمريه اساسا كنا مستهدفينها هي من 6 ل 12، بس الحقيقه فعلا زي ما حضرتك بتقول كده كل الناس اللي بتتفرج عليه بتحس انه يا مبادئ الديمقراطيه بسيطه وسهله، يعني المساواه في الحقوق والواجبات، الراي والراي الاخر، احترام حريات الاخرين، الحاجات دي كلنا محتاجين نشوف ليها امثله حقيقيه عشان نشوف هي بتطبق ازاي في حياتنا. يعني ويمكن طريقه الشرح والكرتون وطريقه الرسم بالعكس جذابه جدا ان انت ممكن تشرحها بشكل مبسط للكبار كمان، لان احنا برضو عندنا نسبه اميه لا يستهان بيها. طبعا هي الفكره ان احنا بنمرن مدرسين والميسرين بتوع الجامعات الأهلية على إن هم يستعملوا الفيلم ده ويستعملوا منهج زي كتيب كده، كتيب للديمقراطية ده فيه كله ألعاب وأنشطة وكده، فمن خلال تدريب للمدربين بيبقى مدته يوم واحد بيعرفوا ياخدوه يرجعوا لمدارسهم تاني يقدروا يعلموا الأطفال بالطريقة البسيطة اللي حضرتك بتقول عليها. طب ممكن تورينا شكل الكتيب تاني برضه عشان الناس تشوفه؟ هو متقسم أجزاء كلها عن يعني حقوق الديمقراطية، حقوق الطفل يعني كلها علشان هو يعرف ايه حقوقه ايه واجباته في البيت، يعرف ازاي هو عليه التزامات في البيت وازاي يكون بيعبر عن رأيه في البيت الاول قبل المدرسة والمدرسة قبل الشارع فبيتعلموا منها عن طريق الالعاب ان هم يمارسوا الديمقراطية في حياتهم. جميل. طيب خلينا نطلع للمستوى الاعلى ونرجع لمشروع نسر بداخلك، كملي لي كلام عنه وبقيه اهدافه. المشروع ده مشروع جميل، هو مدته 3 سنين يخلص في فبراير 2012 ان شاء الله. الهدف بتاعه ان احنا نمرن 1000 من الشباب. احنا مرنا حوالي 800 لغايه دلوقتي، انتجوا تقريبا 11 فيلم قصير، 5 اغاني فيديو كليب، والفيلم بتاع الديمقراطية بتاع الأطفال. الجميل فيه إنه الشباب دول ممكن يكونوا ما عندهمش خلفية خالص عن الإعلام، في ناس عمرها ما شافت كاميرا قبل كده أو عمرهم ما افتكروا إنه ده مجال ممكن يبرعوا فيه يعني، لكن غالبا المصريين عندهم ذكاء فطري وعندهم مواهب كتيرة قوي لو حضرتك بس حطيتهم على أول الطريق. وأعتقد النتيجة باينة، الناس كلها شافت معانا يعني. كتر خيرك. فكرة إنه كتير من الأفلام بتاعتنا بتدخل مهرجانات، وبالنسبة لنا كل مرة فيلم بياخد جايزة من مهرجان سواء دولي او يعني محلي بيبقى زي كريدت جامد قوي للمتدربين اللي اشتركوا فيه، لان هم فجاه بيبقى اسمهم على التتر بتاع حاجه اخذت جايزه وهم ممكن يكون اول معرفتهم بالاعلام مثلا من شهرين ولا. طب لو اتكلمنا عن فيلم الديمقراطيه خد جوائز ايه؟ فيلم الديمقراطيه ما دخلش مهرجانات، احنا بنستعمله في التوعيه في الجامعات الاهليه، لكن مثلا عندنا فيلم تاني انا اسف اسمه انا اسر. انا اسر اخراج رامي رزق الله بطوله الفنانه بشرى. تمام. على ما فهمت ان هو خد جائزه جائزه لجنه تحكيم مهرجان اسكندريه السينمائي الدولي. تمام. السنه اللي فاتت. ايوه مش الدوره بتاعت السنه دي. تمام. واخد جائزه احسن سيناريو في مهرجان ساقيه الصاوي للافلام القصيره في فبراير 2011. الفيلم ده برضو بيتكلم عن الديمقراطيه بمفهوم تاني، هو بيعالج قصه ام ارمله من دافع حبها لابنها هي حاسه ان هي عايزه تحاصره في حياته، فحط له كاميرات في كل حته في البيت، هو مراقب طول النهار وحاسه ان هي كده هي بتحبه وبتحافظ عليه، هو عنده 10 سنين يعني، لغايه بعد شويه ما تكتشف ان هو اكبر بكتير من اللي هي فاهماه وقدراته اكبر بكتير من اللي هي قلقانه عليه،
قرر تطلقه للحرية وتثق فيه وتديله فرصة ان هو يعيش حياة سوية. طب ايه قصة مشاركته بقى في مهرجان اسكندرية؟ الحقيقة الفيلم ده دخل مهرجانات كتير قوي. واحدة من الحاجات فيلم قصير 15 دقيقة. هو كمان اتعرض على هامش مهرجان كان السنة اللي فاتت، ودي كانت حاجة كبيرة قوي. مهرجان كان بيبقى فيه على هامش المهرجان حاجة للأفلام الأجنبية، أوكي؟ فكل الدول اللي برا فرنسا يعني تقدر تعرض فيها، فهو اتعرض فيها، وده كان برضو حاجة مشرفة جدا للمتدربين بتوعنا يعني. واشترك في مهرجانات تاني كتير، اشترك في مهرجان كرامة بتاع الأردن السنة اللي فاتت، اشترك في مهرجان ليون في فرنسا برضو السنة دي، وهكذا. فاحنا كل اللي بينتج مندخله مهرجانات علشان مجهود الشباب ده لازم يتشاف يعني. طب انتوا الميزانيات بتبقى حوالي قد ايه؟ وانتوا تمويلكم جاي منين برضو عشان الناس تبقى فاهمه؟ عشان انت عارفه الايام دي الكلام كتر على الفلوس اللي جايه من بره، والناس اللي واخده فلوس من هنا ومن هنا، فبرضو عشان الناس تبقى فاهمه انه كيف يمول الموضوع. وفي نفس الوقت الميزانيات في حدود قد ايه؟ يعني لو في شباب سامعيننا دلوقتي وعايزين عندهم مشاريع عايزين يقدموها لكم، يبقوا فاهمين احنا بنتكلم في حدود قد ايه. اوكي، يعني مرسين حضرتك تسال السؤال ده، لان فعلا في كلام كتير على الموضوع ده. الجمعيات الاهليه كلها بتشتغل على نظام التمويل من الجهات المنحه. فاللي احنا بنعمله ان احنا بنقدم مقترح مشروع، حاجه الجمعيه عندنا عايزه تعملها، وبنقدمه للجهات المنحه. اللي بيتقبل منه جهات المنحه زي ايه مثلا؟ اليو اس ايد، يعني الفيلم بتاع الديمقراطيه والفيلم بتاع انا اسر، دول جوه اطار المشروع اللي اسمه بداخلك نسر، اللي هو ممول من المعونه الامريكيه. في مشروع تاني احنا بنشتغل عليه اسمه صوتنا يغيرنا، ده ممول من الاتحاد الاوروبي. وحاليا بنشتغل مع الوكاله الالمانيه للتنميه عشان مشروع خاص بالمرأة. فدي الجهات المنحة اللي بتمول المشاريع بتوعنا. الحاجة الجميلة في الحاجات دي انه المنح اولا، بس برضو عشان اللخبطة يعني، كلها بتخضع لرقابة وزارة التضامن الاجتماعي. فاحنا مش بنقدر نشتغل اصلا غير لما يجي لنا الموافقة من وزارة التضامن. هم بيراقبوا كل الحاجات، بيراقبوا التقارير الدورية، بيجوا يشوفوا كل الانتاج اللي بيحصل، يشوفوا الشباب وهم بيتمرنوا. الحاجة التانية المطمئنة جدا للسادة المشاهدين يعني انه الجهات المنحة مش بتشترك خالص من بعيد ولا من قريب في المحتوى بتاع الرسائل الإعلامية اللي الشباب عايزين يقولوها. يعني هم أحرار، يعني إحنا نفسنا مش بنضغط على الشباب هم عايزين يقولوا رسائل إيه، لأن هو ده المكان اللي هو إحنا عايزينهم يعبروا فيه عن نفسهم. فدي حاجة مطمئنة يعني. قصدي أقول إنه الجمعيات اللي بتمشي قانوني ما عندهاش أي مشاكل في الحياة. كل الجهات بتقدر تبص وتراقب وتفتش ويعني. طب قبل ما تجاوبيني بقى عن الميزانيات، خلينا نروح نشوف جزء من فيلم أنا ياسر ونرجع نكمل حوارنا.